ياه يا اختي، ده انا لو اعرف ان مذاكره العيال بتعمل كده كنت وفرت اشتراك الجيم. ده انا في العلوم بس خسيت 5 كيلو، امال في الرياضه هخس قد ايه؟ يا لهوي. تا 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 تا، صباح الفل على اجمل علوه، سلامات يا مايسترو. بتضحك عليا يا جعير؟ جبت لي اللي قلت لك عليه ولا فاشل كالعاده؟ عيب يا مايسترو، وانا مايسترو زيك؟ اتفضل. لا لا لا، لعلمك علوه، فضلت لازق للواد بتاع الميكروباص لما عمل فردتين ورجع وجابهولي. قرص واحد هيخليك تربك 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 فوق، هيخليك تزنر، لكن قرص وتزود هيخليك تزمر. ازمر؟ ده انا دماغي بقى فيها كل الات النفخ اللي تتخيلها. انا اتنفخت يا سامح ولسه هتنفخ. وعمال تقول لي انا المايسترو ومسيطر على الايقاع، اي طبلت على دماغك يا تاعب. بلاش غلبه، جبت لي بقيه الحاجات؟ اه طبعا. اتفضل. يا استاذ، ادي لسته بجميع اسماء المدرسين اللي طلبتهم بنمر تليفوناتهم، بس عايز اقول لك حاجه، دول بيدرسوا لاكبر نجوم المجتمع. الاولاني هو اللي خلى شعبولة خد الاعداديه، والتاني اللي خلى مدام تيتي شنبه بتفك الخط في شهر واحد. على الله يفك نحسنه كمان ويجعل في وشه القبول. بس انا عايز اقول لك حاجه حلوه، دول متخصصين في محو اميه الكبار، مش هينفعوا الولاد في حاجه. انا مش عايزهم يدرسوا للولاد، الولاد والحمد لله انا بذاكر لهم. امال تعبتني ليه وخليتني جبت لك الاسماء دي كلها؟ دول عشان يدرسوا لنا عشان اذاكر للولاد. يا بنتي اهدي بقى، تتهزي كده ليه؟ خيلتيني عامله زي الفرخه الدايخه. هموت من القلق يا كوكو، هموت من القلق على العيال. ليه بقى؟ هما بيعملوا ليه وز؟ دول بيذاكروا، وبيذاكروا مع ابوهم مش مع اي حد تاني. هي دي المشكلة، انهم بيذاكروا مع ابوهم. عارفة لو بيذاكروا مع مغاوري البواب ما كنتش قلقت كده. ليه يا بنتي؟ هو ابوهم ده ساقط اعدادية؟ ما هو مدرس قد الدنيا وبيدرس لطلبة صحافة، هيغلب بقى في شوية عيال؟ انت اصلك ما شفتيش بيعمل ايه في العيال، ماسك لهم الحزام 24 ساعة. والعيال يا حبة عيني عمالين يبصوا لي يستنجدوا بيا، وانا مش عارفه اعمل لهم ايه. وانا طبعا كنت فاكره نفسي غوريلا، كنت فاكره نفسي مفتريه، طلعت غلبانه. كلنا اتربينا كده وتعلمنا كده، خليهم ياخدوا مذاكره جد شويه. يا سلام، انت عايزاه يعقد لي العيال ويكرهوا الدراسه؟ ادينا اهو شايفانا عدلين قوي ولا فلاحنا. عندك علي ابوه عقده من الحساب، اول ما يشوف ارقامي يهنج. يا عين امه لسه بيعد على صوابعه لحد دلوقتي. وانت فاكراه يعني دخل ادبي ليه؟ من حبه في الادبي ولا حول اعلام ليه؟ من حبه في الصحافه؟ ابدا. عندك انا اهو كمان الفيزياء والكيمياء بالنسبه لي زي الصيني بالنسبه لك بالظبط. بقول لك ايه، دول ولاده مش هيموتهم يعني. وبعدين في حد في الدنيا يطول؟ متهيألي انت الست الوحيده اللي في الشرق الاوسط اللي دبست جوزك وخليتيه يذاكر للعيال. تصدقي انت ممكن يتعملك فان بيج على الفيسبوك والستات كلها تقلدك. فان بيج؟ هستفيد ايه انا بالفن زفت دي لما عيالي يفشلوا؟ ايه الكآبة اللي انت فيها دي؟ هينجحوا ان شاء الله. وبعدين في حد يطول؟ شايفه نفسك؟ رديتي، وشك حلو، شعرك طول، رايحه جايه براحتك، في حد طايل؟ مش قادره، مش قادره يا كوكو، اريد حلا. بصوا بقى يا جماعه، هلا هلا على الجد، والجد هلا هلا عليه. استاذ علي ده برضه ابونا، واستاذه انجي دي برضه امنا، واحنا عايزين زيتنا يبقى في دقيقنا. زيت ودقيق؟ تكونوش جايين تطلبوا ايد ماما لبابا؟ لا يا طنط، احنا طالبين يد لموسى عزم. ما شاء الله، احنا خلاص مش قادرين نستحمل، بابي مبهدلنا ومش عارفين نفهم منه اي حاجه خالص. وجبنا له اصحابنا عشان يتكسف يضربنا بالحزام قدامهم ويخف من علينا شويه، والصراحه خف من علينا خالص وركز معاهم هم قوي عشان اهاليهم بيدفعوا كويس. احنا خلاص مستقبلنا اصبح على المحك. محك؟ يا رجال العيال جايين يحكحكوا عندنا. بصوا بقى، انا كلمت ماما وانا مقتنعه تماما ان هي احسن واحده تذاكر لكم، بس هي بقى راكبه دماغها وبتقول انكم انتوا بتتعبوها. والله العظيم يا طنط حرمنا، خليها هي بس ترجع واحنا هنلم التعابين. اهو تلموا التعابين؟ التعابين ايه؟ ايه العيال دول؟
يا عيالي افهموني، ماما مش زعلانة منكم عشان ما بتذاكروش، زعلانة عشان قلة أدبكم. أيوة هتذاكر لمين؟ واحد هجام والتانية مسجلة خطر. خلاص يا أنكل والله أوعدك إنها لو رجعت تذاكر لنا تاني هتلاقي قدامها باربي، سندريلا، سنو وايت. وأنا كمان أوعدك يا أنكل هنا هتلاقي حمل وضيع. وضيع؟ رجاء C'est des enfants, c'est pas problème. Ah non, 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 je vais pas dormir. Je vais dormir. Ah non, 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 attends une minute. Attends, y'a Samir, basse. À la fikra, bah, Wadia dit, لبس عليك قوي. لا شكرا يا دنيا، مش محتاج لبس، معايا كتير في البيت. يلا بس اقنعوها انها ترجع تذاكر لنا واحنا عندنا حل هيرضي جميع الاطراف. احنا نقسم المواد من بابي ومامي، المواد اللي هي صعبة قوي نخلي مامي هي تذاكر لنا، والمواد النص نص مرة نخلي بابي يذاكرها. بس بقى يا سولي بطل هزار، احنا نخلي بابي يذاكر لنا الرسم كفايه قوي، ومامي تذاكر لنا بقى بقيه مواد المنهج كله. يا حبيبتي يا انجي ربنا يعينها عليهم، ويا بخت من رفق راسين في المذاكره. يا رجاء معايا فريرو جاكو فريرو جاكو دومي بو دومي بو سلاني متينا سلاني متينا عدين داندون سمير داندون. عارف ساعات بعد اللي بشوفه ده بحمد ربنا ان انا وانت ما خلفناش. انا اللي كنت عايز اعترف لك يا حبيبتي، من يوم الزفه واحنا لابسين لبس الفرح انا اساسا ما بخلفش، بس ممكن نستلف. مساء الخير يا ستي انجي، كويس يا اختي ان انا لقيتك. خير يا هبه حبيبتي، في حاجه؟ الا قولي لي يا اختي، انا سمعت ان الاستاذ علي اسم الله عليه بيذاكر للعيال كده بغباوه وبيرقعهم علقه وبيضربهم بالحزام، الكلام ده صحيح؟ صحيح صحيح يا هبه، والعيال يا عيني صعبانين عليا قوي، مقطعين قلبي قلب امهم. يا اختي ما يصعبش عليكي غالي، هي العيال الصغيره المقاريض دي كده، ان ما كنتش تجيبيهم على قلبهم مش هتعرفي تشكميهم. استني. لا يا هبه خلي فلوسك في جيبك، حبسي مستوره والحمد لله. لا ده انا عايزاكي تاخدي البت اسراء بنتي عندك عند الاستاذ علي في المجموعه اللي هو عاملها تدخليها بنفر، الا البت دي خلاص مطلعه عيني. خدي خدي. انت موافقه ان بنتك يتعامل فيها كده؟ يتذاكر لها بالتخلف ده وتتضرب بالحزام وتتكسر دماغها كمان؟ قال على راي المثل اكسر بنتك ضلع تعيش عرجه بصح، بس انت كأم تعيشي كده رافعه راسك. لا يا انتي لو عايزه تكسري لبنتك ضلع حبيبتي عودي عليها، انما تجيبلناش مصيبه. معلش بصي خديهم بس اديهم للاستاذ علي وهو ما يشوف الفلوس هيوافق. هبه هبه حبيبتي انا مفروسه وفيا اللي مكفي، اتكلي على الله. ماشي شكرا قوي يا ستي انش، سلام عليكم. لك هلا انتي وجوزك في ساعه واحده وعلي فوقيكم.